أعلنت الصين أمس السبت تسجيل 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد. شملت الإصابات المسجلة 3 حالات وافدة من الخارج، فيما سجلت 13 الأخرى في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم. كما تم أيضا الكشف في المنطقة ذاتها عن 42 إصابة حاملة للفيروس بدون أعراض. لم تقع وفيات جديدة، فيما تم تسجيل حالة واحدة مشتبه بإصابتها بالعدوى لوافد من الخارج.